كان عندنا في البلد في الريف كده عباية زي اللي بابلون بتشوفها لابسها. العباية دي بيقول إنها فيها خيط حرير، خد اللي هي حرير؟ بتلبس لبسها وكده. ده مش فيها خد حرير يا شيخ، نعم، ليس فيها خد حرير. ليس فيها خيط حرير. لا لا مش خد حرير. تعرف حرير الطبيعي بكام الأيام دي؟ لا، العباية نفسها مش حرير، العباية نفسها قماش عادي، بس مخيطة الأطراف بتاعتها بخيط من حرير، بحيث يبقى من المتانة والقوة وكده. لا، ولو سلم أن الأطراف، لو سلم أن الأطراف، لكن هذه ليست حرير، لو سلم أن الأطراف حرير لا بأس بذلك، لأن رجلا اسمه مخرمة، صحابي اسمه مخرمة، جاء مع ابنه المسور ابن مخرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في خلق مخرمة شيء، يعني مخرمة خلقه شديد شوي، فلما وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مخرمة لابنه المسور: يا بني ادعو رسول الله. قال: يا أبي يا أبي اخفض صوتك، يعني كلامه يعني مضمونه. قال: يا ولدي اذهب ادعوه انه ليس بجبار. فسمع النبي صوته من الداخل، فخرج ومعه ثوب مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. قال العلماء: الفرد التابع كالزر ونحوه جائز، يعني الرسول نهى عن الذهب للرجال، لكن إذا كان في زرار ذهب، في زرار في الكم ذهب، هذا الشيء اليسير يعفى عنه. كذلك العباءة دي ليست بحرير، لكن لو فرض أن الأطراف بحرير لمسكها مثلا لا تدخل في لبس الحرير، لأن الأطراف لا يسمى فاعلها لابس حرير، لا. لكن على كل حال هذه العباءة ليس فيها حرير. جزاكم الله خير. الله يسلمك، الله يبارك فيك، والسلام عليكم.